السلام عليكم ورحمة الله. راح افك هذا الشاحن وشوف اللي فيه. يلا راح نوقف لين ما افك. نكمل. نشيل هذا المكثف ثاني شيء نفحص ترانزستور. المعلومة اللي ما بتشوفها بهذا الفيديو أو فيديو تاني بتروح على فيديو آخر بتلاقي المعلومة اللي بدك إياها. كثير من الشباب بيسألوا بالتعليقات إنه ما شفنا بارح، أحد الشباب قال ما شفنا كيف فكيت الترانزستور تبع الطباخ، كأنه إذا شاف كيف فكيته يأخذ ماجستير، إذا ما شاف فشل بالحياة. هذا مضروب الفيوز، فخلينا نشوف المقاومة كمان. أعطي لنا شغالي بالنسبة للتعليقات شباب. يعني في كثير من الشباب اتكاليين يحبوا ياخذوا المعلومات جاهز، فيا ريت تتعب لحالك شوي، لانه اي صاحب محتوى اي صاحب قناة مو فاضي بس لك لحتى يرد عليك، اكيد يعني مو فاضي. مع الاحترام الشديد، في كثير من الشباب كل أدب يكتب تعليقه. في شباب بدون يا ريت ترد بسرعة. فيا ريت أنت تتعب لأناملك هذول الأنامل وتبحث عن طلبك بالقناة. عندي كثير من فيديوهات وتشاهد طلبك، وإذا بتعرف حالك ما عندك خبرة أنت لازم تقوي حالك، ما لازم تعبث أجهزة الناس، هذا العبث مو مليح. هذا مكثف تعليقك انت عم تنشر تربيتك اللي تربيت عليه، راح تنشره على العام والناس كلها تقراه.
هلق غيرنا المكثف، فكينا هذا الترانزستور، فلازم نركب من هذا الترانزستور النوع الاصلي. تمام شباب، مو شرط انه النوع الاصلي، انا اذا اعطيتك رقمه، يعني انا اذا بدي اعطيك رقم وما بتلاقيه عندك، اللي عم يشاهد من كل البلدان، فالترانزستور اللي انا عندي موجود ما هو موجود عندك، فما راح حدد لك انا رقم، انا عم بقول لك روح ركب ترانزستور اصلي وانتهى اوريجينال، يكون نوع جيد ممتاز كمان بده يكونوا، فما تجي تدقق لي على ارقام، الارقام اللي عندي ما هي عندك. يعني هذا السؤال دائما عم يتكرر، دائما عم يتكرر، بعطيه الرقم بيروح بدور بيقول لي ما لقيت، ما لقيت منه. يا اخي انا عم بقول لك من البدايه روح ركب الاصلي، خلاص اي رقم اصلي مناسب ركبه. وبالنسبه للرقم انا عم بقول الرقم، اغلب الفيديوهات موجود الرقم، وعم صور الترانزستور مثل ما هو. يعني انا هلا قول ركبت 13N50 الاصلي، للشاحن ما بيصير تركب اي عنصر، هذا هو، هذا الاصلي مضمون مكفول. هذا 12N60 ركبنا افضل من هذا. هلا بنشغل، طبعا بدنا نشغل، قبل ما نشغل بدنا نعمل فحص للفيوز المضروب. ثواني ابدله، بعد تركيب الفيوز حطينا الفيش، منطق الطاقة، بنقول بسم الله ما اشتغل، نشوف ليش. نشوف هذا المكثف شحن او ما شحن، ما شحن. شحن المكثف، هذا هو، شايفين؟ لكن ما اشتغل. نشوف ليش. قبل كل شيء فرغ هذا المكثف، بعدين نفحص المقاومات. 39 هيا بتعطيني 10 كيلو. طيب او ما في حاجة نحط المقياس، ما في حاجة، إذا في ثقة ما في حاجة نحط المقياس. هاي 10 كيلو، وهاي 10 صحيحة، وهاي 10 وهاي 1500. تمام،
هي مضروبة نستبدلها. صح جهاز بسيط بس لكن وقت اللي بينضرب بينضرب في عناصر كثيرة وبيكون مكلف أكثر من غيره. بدنا نفكها بهدوء ونكمل. هاي المقاومة استبدلها نطفي هذا اللد هون. هلا هيك نطفي هاي المروحة أول ما نشغل تشتغل وبعدين بتطفى. هلا هيك صار جاهز. السلام عليكم.